وزعته وزعته كيف زعته يجيبوه كده طوالي يدوه اقيد وكده بتاع. ها بالله شوف الزول المنافق الحقير. انا اوريك موضوع بتاع الاوروبا والكذب بتاع الاوروبا والدجل والنفاق يعني انا والله العظيم بقيت اكرههم عديل كره كره كده. بس ليه؟ لانه ما في انسان بكره ابن ادم الا بكرهه على حسب سلوكه وقفله ووسخه وقرفه بيخليك انك انت بتكره الزول. لكن امنا هو ابونا ادم. لكن السبب اللي بيخلينا نحن الواحد يكره عديل على حسب الكذب والنفاق والضلال. الجنجبيل ده في دارفور بيجوا بيقعدوا مع الناس بيقولوا خلاص يا جماعه يا نحن ونقعد ونتعايش تاني بغدروا الناس. ما عندهم دين يا اخي. الله يا ربي انتقم منهم على بكره تعبيم يا اخي. طيب في هنا في فيديو هنا مهم جدا جدا، انا ما اعرف الفيديو ده، ان شاء الله يكون موجود. طيب شفتها؟ ده بيلخص لك ال... ما بيقدروا طبعا هنا صح؟ بخافوا من الزول اللي اشتروا منه السلاح ترى. فيه امريكا وفيه اتحاد اوروبي بيجي بطلع بحرقهم بي جدادهم عشان كده. بقول بس يعني هنا بيناتهم يتكاتروا ويقتلونا نحن معاهم برضه. لكن برضه لما يمشوا لاسرائيل بعملوا ستوب هناك. افتحوا الطرق افتحوا هم خشوا اوروبا شجره خير شرعيه ما انا سوا. لكن منتظرين من فلسطين العربيه يفتح لهم البوابات. يتخيل كذابين ومنافقين وناس بتاعت لوك 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 عبر الفيسبوك رد على الناس اللي بيقول لنا نحن انتوا قاعدين في الاتحاد الاوروبي وقاعدين تتكلموا هناك وانتوا قاعدين هناك. حبوب الله يرضى عليك. انا لو قاعد معاك هناك في السودان انا مع شخصي واحد وبشيل بندقيتي واحد، حتى لو نزلت السودان لازم انا اكون اعلامي حتى لو شايل سلاح كويس وراكب في طاطر اكون اعلامي، لانه الاعلام اهم من انا شخصي اشيل بندقيه. في حاجات حسي انت هنا في المحل دي انت ما كنت عارفها. على حسب ظروف اللفه اللي انا لفيته انا قاعد اسرد عليك هنا قاعد تفهم شويه شويه وان باي وان. عرفت الحركات شغالين شنو، عرفت الكيزان شغالين شنو، وريتك جميع الثقافات بتاع السودان شرق وغرب وجنوب وشمال. ليه جنوب السودان اللي انفصل؟ بتستفيد هنا في المحل ذاته. فهنا الاعلام ده لما يصلى زي ده فانت تعرف حقك، تعرف الليك ولا عليك. ممكن بعض الحاجات بتختلف معي، لكن يعني انا بالذات بني جلدتي يعني انا ما بقول لهم ما يردوا علي على حاجه مثلا انا اخطات فيها. يردوا علي، لكن انت برضو من المفترض الشيء اللي قدمناه لك مجان ده انت من المفترض تشكرنا عليه. انا قلت لك يعني حتى الدارفورين الابرو دارفور وموجودين الليله في القضارف وموجودين في الجزيره وموجودين في الخرطوم ما فاهمين حاجه. يمكن منهم 10% ولا تقول 10% كده فاهمين وديلك فلنجايات. يلا حس زي الفيديو بتاع انا ما ممكن طبعا اجيبه في اللايف هنا، لكن شفت الفيديو بتاع المسؤول التشادي جابوه بالشل يعني لا اخلاقي ده. ف وده اللي انا نبحت فيه النشطاء ونبحت فيه السياسيين او ابناء الهامش. انتبهوا يا جماعه قلت لهم انتبهوا في المحل ده. انت زول عندك رتبه، عندك انت مسؤول بتاع موضوع بتاع النسوان ده اطلع منه. انا طبعا مع النسوان ده انا الشباب يعني حسي لو انت صار قاعده خليه تجي حسي في اللايف. انا تعاملي معه كيف؟ شغل قرقوش بلي عديل. انت صار ده انا في الخاص لو جاتني واحد زائد واحد يساوي اثنين دق عديل. انتصار تخيل انتصار ده مش الا الاحترام والتقدير وبتاع بيشتغل معاه شغل دق بتاع المنظمات. لانه انت في المحل ده انت الناس محتاجين لك لكل صغيره وكبيره تقولها. في الغلط الناس ما معك لكن في الحاجات المهمه مهمه ده معك. فابعد من القروش وابعد من النسوان وابعد من الندوق وندوق ده ابعد. حتى المكالمات بتاعت اردول شوفي سربت كيف. ما تثق. انا اشوف هسي في ناس كثيرة طبعا انا رقمي ده موجود، لكن رقمي ده لو دير اسجل الكلام بيني وبين الناس والله بس اخدته كده بس انت تسمعه بس. شغل بتاع دق بتاع مرزبة يعني. انا حتى يعني انتصار تقول لي يا اخي انت ما تقول الاول ولا كده. في كلمه كده انا بقولها في التلفون قول
قول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كده يعني بيختصر الدور. هلو مرحبتين، هاي كيف حالك؟ إن شاء الله كويس الحمد لله. في شنو؟ آه فضل ما دير ذاته دول يتونس معك لأنه أنا الموقع كده ما بينفع، ما بينفع في وي حزار ما بينفع. هسي دول المسؤول التجاري ده ما هكذا يعني، هسي يشوف مرته وين وإياله والمجتمع والعالم يعني شغلة يعني. انت ما مهت يعني، انا موضوع بتاع النسوان ده وانت مرة واحدة ما بتكفيك، الزوجة الثانية رش الثالثة بلا الرابعة ما بتكفي يعني. يعني العقلية اللي بتخليك انك انت تمشي لمرة ثانية ده شو يعني؟ انا ما قادر افهم الامراض النفسية هنا ده في المحل ده يعني. انا ما شوف، انا داير اقول لك حاجة، انت داير تتخارج من موضوع بتاع النسوان ما تتكلم معه. واحد زائد واحد زائد اثنين مرحبتين، كيف حالك؟ ان شاء الله طيبه الحمد لله. الله تمام ايوه كده استوب. في خدمه اقدم لها خدمه، دير قروش حنيت على حالها كده قلبك بقى رهيف عديه، اقفل الموضوع. يا فلان كيف حالك؟ اوي حتى مرتك ذاته انت لو بقيت قرقوش ده، مرتك لو ضربتها ولو هنتها ولو جريتها في الوطن، انت زول بتقطع مع النسوان اشوف زي ده والله تقعد معك لخايه تموت، تقعد معاك لخايه شفتها وتوفر لك شوف ملتزماتك حاجاتك دي كلها تلقاها جاهزه والله. لو فتران تقول لك انا بس بشتغل لك. المراه تحب انه زول يكون شفت الدين دين حجر جد. المراه دي برنامجها انه اي مراه قدامك ده انت تقطع مع ناشف ده، هي بتحبك ثاني. ما تقول لي يا زول ايش كم ما عندك قروش بتاكل كسره بمويه بتصبر وبنام، يقول لك بس الله بيفتح علينا. لكن لو عندك مع القارون وانت قليل الادب، انت مش زيرو، زيرو ذاته ادب، انت عباره عن نفايات. النفايات ذاته ممكن الغنمايه تلقى فيه حاجه زي ما تاكلها. انا ما قادر اصفك بشنو انت. فانتبهوا يا ناس السياسيين والمسؤولين والقادات بتاع الـ 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 الحركات المسلحه والجيش وكده، انتبهوا للهته دي. هسه شوف اردول ده ورطه كيف كان، تتذكر؟ وي زول داير ترسل له مكالمه صوتيه، رسل يا اخي لو في زول دق لك تليفون ذاته كلامك بيكون واحد زائد واحد يساوي اثنين، ناشف كده قرقوش بلي بس دوسوا يا زول. انا ليه ما سجلوا لي مكالمات رفعوا لي ورقمي انا موجود واي زول بيتصل علي يمكن هسي نصكم عندهم رقمي، ليه انا ما سجلوا لي احمد كسل رفعوا لي مكالمه؟ اهلك صلاة كده ما بدول بسجل لك. الناس يحتاروا مني لأنه أنا زول أفلاطوني، زول ناشف يحتاروا. ما أنا ما بقلل من شأن السودانيين أنه أنا قاعد ورا الكاميرا وبعدك بتبلى عليهم ولا كده، لكن صعب شديد تلقى زول سوداني ناشف زي ده قطي قرقوت زي ده في، لكن الله غالب نادر. أنا سوداني بعرف النفسيات بتاع السودانيين، وانا كنت طفل وتربيت وكنت شاب وبتاع، بالذات في الحتات دي انا بعمل حسابي شديد. حتى لما كنا يا ماما عليك بس دار اطلع شويه كده عشان برضه ده برضه نوع من اللايف يا جماعه عشان نقدر نحافظ على الناس. حتى في الحفله والله العظيم بعض الله في شيء البنات انا شخصيا ما بيريدوني. طبعا بتمشوا تضيفوا طابور كده وتولوا سجايركم عشان البنات يعزلوكم ترابوا، انا بس بكون قاعد زي ده جنيت من الحفلات، قلت بدل انا اكوي بنطلوني سيف واموري طيبه وامشي البنات ما يعزلوني، ما في داعي انا امشي الحفله دي شنو؟ الحمد لله يعني خليت الحفله ما قاعد اسجر السجاير يعني فتره كده بسيطه وخليته، او شراب ما بشرب يعني خلاص انا مكروه. عرفت كلامي؟ ما هون ما انت بتمشي الحفله زول ناشف بيسبوك شنو يعني مثلا؟ تحياتنا. طيب نمشي قدام شويه. فانا طارق ده كذاب كذاب ومنافق ودجال وحقير يعني، انا كرهني لك العافيه. يقول لك والله يا اخي ما قفلوا القياده في هناي، ما قفلوا القياده في وش المظاهرين، بعدين انتوا شنو شابكين انا والملاحقه بضو. قالوا ما اعرف ذاك اسمه الله يدينا اسمه يا اخي نايا النقيب سفيان انجقم طلع علينا. اي زول قلته من الجنويدين ما مات الا هيتي
اي زول من الجنجويد ده الا اللي انا ما بعرف ما مات، يعني شغالين اكاذيب ودجل ووسخ وقرف. هو يا شمالي لا اله الا الله، البلد دي بتنزلق الحرب ما بدا، ودعم سريك دعم سريك انتهى مع السلامه، وداني يا ظلام الحفي وابواب منامات ارضي. والشباب اللي من دارفور اللي قاعدين يدعموا اندر تيبل، نحن بنعرف بعض طبعا، يعني على فكره التلفونات دي نحن ما خدتنا هنا عبس، خدتنا للتخابر والتجسس، بس تلفونات ده للتجسس والتخابر، ما عندنا اي شغل ثاني، نعرف اي صغيره وكبيره. الجنجويد بيناتهم قبائل لما يشغلوا الطرف الثاني بيجيني بيقول لي اسمع ايه ده المعلومه، واحد اثنين ثلاثه دق العفن هنا على ابوه ذاته. تمام؟ فشوفوا هوي الناس القادية ده متيه اتهت للناي ده للجنجويد ده، والله العظيم نهايتكم مرة. والناس القادين في تشات رسالتي لهم للمرة المليون ما ترجعوا، والناس الشماليين الحربوا ما ترجعوا ما ترجعوا. بعدين أنا ما أدرى أطلع لايف لو حي من الموت أجي أقول لكم أنا ما قلت لكم، أنا الكلام دي ما أدرى أقوله، حتى لو تختلفوا معي ولا تتفقوا ما ترجعوا، أمشوا قدام بس زيادة ما ترجعوا. لسه دعم سريع دعم سريع انتهى تماما، ما في حاجه داخل سله القبائل. كان في دعم سريع كان 162,000، الان اكثر من 500، يمكن نقول مليون. مليون كيف؟ مليون ده سله اهلهم بس، يعني شوف القبائل حقتهم ده من هنا وهناك وهنا وهناك. الجنجويد ده على مستوى قبائل في الخارج والداخل، والدعم موصول من الامارات من زفت الطين من اسرائيل من روسيا من وماشي، ما بتنحلوا من هاي الحمام. ها دخوله ما زي خروجه، وريناكم دارفور دي دخلت في الحرب ده عندها هسي 23 سنه، ظاهره مصر هاي ما بتنحل. جبال النوبه جنوب السودان 50 سنه، ما 20 سنه، 20 سنه ده الدكتور جنجرنج بس وقت جا قبار، وكان حركات شغالين، ناس راك مشار وكارابين وقوانين وناس هناي شغالين. جبال النوبة دي برضه من زمان، من ناس زمان يوسف كو بتاع شغالين، الدمازين كذلك، ما ستة شهور وقاعدين تحلموا يا زلمة. حسي ذاته أنا مثلا لو من الخرطوم قال لي أرجع أرجع أسوي شنو مثلا، يعني أشتغل شنو ولا أبني بيتي في شنو ولا الطاويل ذاته يجيني من وين ولا أقعد مع القاعدين ده أقعد. حدود أخطر من كده، والحرب الأهلية جاية وما بدت، لو دارنا تنتهي هاي الكلام ده. انا بس انا والله الشيل بحركني والشيل بغيظني والشيل بحرك انفش فاشي. بعد كم سنه قعد 6 شهور 7 شهور بعد سنه، في واحد يجي يقول نفس كلامي ده، الدكتور وليد ادم ما يدبه قال نفس كلامي، قال والله يجيب واحد معايد. انا قلت شنو طيب؟ الانصراف جاء من بعنصريه، قال والله يا اخي الكباشي ده لو والكلام مقطوع موجود قاعد دايرينه برفع وريكم تاني، قال والله البرهان ده لو سقط جا الكباشي حيجيب شنو؟ حيجيب اهله، قال حيجيب عبد العزيز الحلو وحيجيب اهله وبتاع والتفاصيل ده. العاب غيره يا دول كلكم العاب غيره. ما يعني انا ما اعرف، يعني انا محتار، يعني مثلا زول انت شريكه في بغالة في مزرعة في بيت في بتاع، ليه هما دايرك انت تكون شريكه في نفس الحاجة دي؟ تبيعوها ولا تحطوا قروشكم في جيبكم سوا ولا شيء؟ يعني الموضوع مع شراكة، يعني دي ما ساعة في اليد ولا تلفون ولا مرة انت مزوية، دي الثلاثة والنظارة والساعة والمرة والتلفون، دي ما دايرة مشاركة، لكن ده ولا تلفون ولا ساعة ولا نظارة ولا مرة، لا ده حاجة زول شريكك فيها. انت ليه اناني؟ انا ما قاعد اتكلم مع الحكومة، انا ما مغترب بالحكومة دي من زمان ذاته. مين شفت زمان نميري المدرسة كان بيريدة وقميص ريدة اسود وقميص ابيض، انا وقداك عندي مشاكل نفسيات عديل نفسيات، عندي نفسيات من الزمان ده. انا بتكلم مع المواطنين الشماليين وبتكلم مع المواطنين الجنجويد. الجنجويد ليه ما قادرين يجوا يغلطوا اهلهم المجرمين دي؟ لانه ما الشماليين ليه ما دري يقولوا اي والله الكلام ده الفكره دي اغضباء انه يجيبوا زول محايد من جبال النوبه والمشكله تنحل جوا وبرا؟ ليه منهم جزء منهم بدعموا لسه البرهان وحلوم جره يقول البرهان شيلوه جيبوا واحد ضابط ثاني برضه زيدهم في بيتهم؟ ليه بدعموا الخط بتاع الانفصال بتاع امسيب؟ وبعدين الموضوع بتاع امسيب ومشروع بتاع امسيب ده، انا قبل اليوم في لايف مباشر اتحديت الشماليين كلكم
ما فضلت ولا زور ولا استثنيت اي طرف، شرق وغرب وجنوب وشمال في الرقعة الجغرافية حقتكم دي، الشمال ده اتحداكم كده، حسيت لو رجال امرق وقولوا احنا فصلناكم يا يعني جبال النوبة يا يعني دارفور امشوا. دي ذاته ان احنا دايرينها تقدر الحرب الاهلية دول بتاكلها، موضوع بسيط يا زلمة ما بتقدر صح؟ لكن كونه نجي نضرب ده بده ونفتن ده بده ونضعف ذاك ونطرد ده، بعد ذاك نطرد الجنجويت نشيله من برا، بعد ذاك نجي الحركات المسلحه نشيله من برا، بعد ذاك المجرمين نحاكمه، بعد ذاك نفصل لهم بلدهم نوديهم. يا السياسات دي ما بتمشي، حسي فكرتهم و80% داعمين الخط ده وفاشلين فيها وباطلين وعاطلين في الموضوع ده، ما حتمشي. احنا قاعدين لكم في علبونكم، انا عظم حوت لا بنبلي لا فوتو.